افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان أيام الشارقة التراثية في نسختها العشرين، وذلك في المنطقة التراثية بمدينة خورفكان بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة للأيام، وأعضاء المجلس البلدي ومدير الدوائر والمؤسسات. ويأتي تنظيم فعاليات أيام الشارقة التراثية في خورفكان ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد دائما على أن للتراث أكبر الأثر في تنمية الذائقة الوطنية والشعور بالانتماء والفخر والاعتزاز بالجذور الأصيلة المستمدة من تراث الآباء والأجداد. هذا السيف عمر، هذا السيف. ومن حاضرة المنطقة الشرقية وعروس ساحلها خورفكان تنضم إلينا في نقل مباشر الزميلة ريم عيسى لتعكس لنا أجواء أول أيام الشارقة التراثية والتي افتتحت في المدينة عصر اليوم. إليك ريم. مرحبا زميلتي مريم، ومساء الخير ومساء الأجواء التراثية الجميلة. مشاهدينا أحييكم من مدينة خورفكان وبالتحديد في المنطقة التراثية. هنا بالفعل اليوم هو اليوم الأول من أيام الشارقة التراثية لهذا العام. مشاهدين، أنا الآن متواجدة في أحد الأركان هنا بالأيام، وهو ركن البيئات. ركن البيئات هذا يعني يوثق حياة الأجداد اللي عاشوا حياة كلها كفاح وصعوبات، فمن خلال هذه المشاركات بنتعرف على طبيعة هذه البيئات وبنبداها بالبيئة البحرية مع الوالد فهد الحمادي. هلا فيك أبوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوي، لو تخبرنا عن البيئة البحرية وشو اللي تقدمه للزوار؟ بالنسبة للجناح اللي اليوم احنا فيه والجناح البحري، فيعرف هذا الجناح على طبيعة الأعمال اللي كان في هذا المجتمع يعني يشتغل فيها من البيئة البحرية، من الغوص وصيد الأسماك والمالح و الكثير من الأعمال البحرية. مجتمع المنطقة الشرقية وخاصة في خورفكان مجتمع مكمل لبعضه، ومجتمع متكافئ مع بعضه، ومجتمع يعني يحق أن نقول له مجتمع متكامل في جميع المجالات الحرفية، الكل مع الثاني يد بيد. نعم، واليوم أنا أتكلم عن البيئة البحرية. عندنا شباك الصيد، وعندنا معدات الغوص وفلق المحار، وكذلك صناعة القراقير، وكذلك عندنا كيف نعمل المالح. المالح بالأول طبعا ما في ثلاجات ولا في أي حاجة من هذا، فطبيعة المجتمع هذا كان يملح هذا المالح، ملح مجفف أو الأسماك مجففة بالمالح أو مجففة بدون مالح كالبرية والعومة، أو مملحة في خزانات من الخرص في السابق، واليوم متنوعة معدات التخزين. شكرا أبوي الوالد فهد، إن شاء الله لنا حديث مطول عن البيئة البحرية بعد النقلة إن شاء الله. أيضا مشاهدينا نرى هنا البيئة الزراعية مع الوالد أحمد الشحية. هلا فيك أبوي. هلا، مرحبا، حياكم الله، مساكم الله بالخير والنور. أبوي، لو تحدثنا عن البيئة الزراعية، شو اللي تقدمونه للجمهور؟ البيئة الزراعية نقدم هذا اللي بالنسبة للحبال وبالنسبة للخصف. الخصف يسوي في التمر ويسوي في المشوي اللحم، وهذا حبال حق شو يسمونه، حق الدعون، حق الخيمة، حق الكريين، حق البحر، حق كل شيء يستعمله. طبعا هذا تراثكم وانتم ما زلتوا تحافظون عليه. نعم، من زمن يدودنا ما زال عليه. شكرا لك، ما خليك تكمل عندك الليف وصناعة الحبل. إذا مشاهدينا الكرام، بالفعل أجواء تراثية جميلة، والأجمل مشاركة آبائنا وأجدادنا في هذه الأيام اللي يعني بالفعل يعني حقيقة ما يبخلون على الزوار بالمعلومات والمصطلحات والمفردات التراثية القديمة، وهذا هو الهدف من أيام الشارقة التراثية، صون التراث وإحيائه. هذه هي الأجواء هنا في اليوم الأول، والآن عودة للاستديو. شكرا للزميلة ريم عيسى، كنت معنا في نقل مباشر من المنطقة التراثية بمدينة خورفكان. شكرا لك.